يلا بشوية لك نزلها بشوية نزلها بشوية ونزلها بشوية لتجيب الربحة صافي ها هو نازل Thank you.
دومي تور
ضابط ضابط ضابط. الوحدة
جريفات السوق ديال عزيب الدرعي غادي يبداو من 7 الصباح وغادي يساليو مع الوحدة الناس تاع البواب ابتداء من 11 السوق ديال جريفات والسوق ديال عزيب الدرعي غادي يبداو من 7 الصباح حتى الوحدة اللي بغى يتقدى او ياخذ اي حاجه خاصه ما يفوتش الوحده باش يمشي للسوق ابتداء من غدا ان شاء الله السوق ديال جريفات ديال عزيب الدرعي غادي يبدا من 7 الصباح حتى الوحده ما تفوتوش الوحده العيالات البواب الرجال ديال البواب غدا ان شاء الله السوق ديال جريفات والسوق ديال عزيب الدرعي غادي يبداو مع 7 الصباح وغادي يساليو مع الوحده اي واحد بغى يتقدى داكشي اللي خاصو السوق ديال جريفات ولا السوق ديال عزيب الدرعي ابتداء من غدا ان شاء الله اللي بغى يتقدى او يتقدى داكشي اللي خاصو من عزيب الدرعي ولا من جريفات اي واحد خاصه شي حاجه من السوق ديال جريفات ولا السوق ديال عزيب الدرعي يتقدى من 7 الصباح حتى الوحده ما تفوتوش الوحده الناس ديال الريحان غدا ان شاء الله السوق ديال جريفات وديال عزيب الدرعي غادي يبداو من 7 الصباح حتى الوحده ما تفوتوش الوحده الناس اللي خاصهم شي حاجه من السوق ديال جريفات او السوق ديال عزيب الدرعي ما يفوتوش الوحده ابتداء من غدا ان شاء الله السوق ديال جريفات والسوق ديال عزيب الدرعي غادي يبداو من 7 الصباح حتى الوحده ما يفوتوش الوحده اي واحد كيتخدى من السوق ديال جريفات او السوق ديال عزيب الدرعي يبدا يمشي من 7 الصباح حتى الوحده ما تفوتوش الوحده لحد الان الحصيله اللي وصلنا ليها ديال الجرده 463 حاله لحد الان مدينه اسفي بقى 0 حاله حاولوا تحافظوا على هاد 0 حاله الله يخليكم وتوفوا في ديوركم جلسوا في حالاتكم وغدا ان شاء الله السوق ديال جريفات وديال عزيب الدرعي غادي يبدا من 7 الصباح حتى الوحدة ما تفوتوش الوحدة خدي غراضك ودخل في حالك
ابتداء من غدا ان شاء الله السوق ديال الجريفات والسوق ديال عزيب الدرعي غادي يبدا من 7 الصباح حتى الوحدة. يعني اي واحد بغى يتقدى ولا بغى ياخذ شي حاجه من السوق ديال الجريفات او السوق ديال عزيب الدرعي ما يفوتش الوحدة. لحد الآن هناك اعتقال 4 أشخاص من البواب من حيصفة من جريفات وحاليا فيلاج طيبين. اللهم إنا قد بلغنا شحال هادي وحنا كنهضروا معاكم شحال هادي وحنا كنقولوا لكم دخلوا لديوركم حاولوا تلتزموا بهذا الشيء اللي كنقول لكم نهيوا ولادكم ربطوهم حداكم خلوهم حداكم. لحد الآن هناك 4 اعتقالات، واحد في الصفا، واحد في فيلاج الطيبي، واحد في عزيب الدرعي. كنشكر الناس اللي ملتزمين وجالسين في ديورهم، شكرا لهم بزاف. هاد الشيء راه حماية ليكم، باش حتى واحد ما يتأذى. ولحد الآن حنا باقيين 0 حالة في مدينة أسفي. لا داعي للخوف على البلاد التي نتبعوها. كل ساعة يقولوا لنا راه أسفي فيها حالة. لحد الآن حنا باقيين 0 حالة. وغادي نبقاو إلى درنا أي وجلستو في ديوركم. هذا هو السلاح ديالنا وديالكم. السوق غدا إن شاء الله من 7 الصباح حتى الوحدة. ما غيفوتوش الوحدة. اي واحد خصو شي حاجه في السوق ديال جريفات او السوق ديال عزيب الدرعي ما يفوتش الوحده. ابتداء من غدا ان شاء الله السوق ديال جريفات والسوق ديال عزيب الدرعي غادي يبداو من 7 الصباح حتى الوحده. ما حتى واحد ما يفوت الوحده. لحد الان هناك 4 اعتقالات، واحد من فيلاج الطيبي، واحد من عزيب الدرعي، واحد من الصفا. الله يرضي عليكم، جلسوا في ديوركم، هادشي حماية ليكم. لحد الآن هناك 463 حالة، 26 وفاة. لحد الآن مدينة أسفي باقية 0 حالة. ادعوا الله تبارك وتعالى أنها تبقى لنا 0 حالة. ما بغيناش خير حتى شي واحد فيكم. السلاح ديالكم جلسوا في ديوركم. ابتداء من غدا ان شاء الله السوق ديال جريفات والسوق ديال عزيب الدرعي غادي يبداو من 7 الصباح حتى الوحده. اللي بغى يتقدى او يدير شي حاجه ما يفوتش الوحده ان شاء الله. ابتداء من غدا ان شاء الله السوق ديال عزيب الدرعي والسوق ديال جريفات غادي يبدا من 7 الصباح حتى الوحده. ما تفوتوش الوحده. صباحا الى حدود الساعه